شعب تونسي العظيم، كنت أتمنى أن الكلمة هذه تكون في ظروف أخرى وبمضمون آخر نحكيكم فيها على برنامجنا الانتخابي ورؤيتنا لتونس ما بعد قيس سعيد، لكن للأسف المستجدات اللي صارت اليوم حتمت علي أن نخاطبكم في موضوع آخر هو في تقديري الأشد خطورة منذ انطلاق الفترة الانتخابية. أكيد تبعتوا كيف النقطة العالمية اللي قامت بها هيئة الانتخابات واللي أعلنت فيها على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في السباق الانتخابي. الحقيقة ما نجمش نكون فرحان وراضي بالكل على إقامة هيئة الانتخابات من دوس على القانون وقفز على قرارات المحكمة الإدارية اللي يفترض تكون قرارات باتة وناجزة وغير قابلة للطعن. للأسف هيئة الانتخابات ما ألغتش فقط قرارات القضاء الإداري، بل هي ألغت المحكمة الإدارية من منظومة الدولة. هيئة الانتخابات اللي تعسفت على بعض المترشحين حتى تروح لهم سلطة فوق كل السلطات، سلطة ما عندهاش حتى رادع، لا قانوني، لا أخلاقي، لا مؤسساتي. أكثر من هذا، هيئة الانتخابات قررت إلغاء حق الإعلام والصحفيين في مسألتها، كيف نظمت نقطة عالمية اليوم بلا صحفيين في سابقة خطيرة برشا، تمس من حق الجمهور في المعلومة اللي هو حق مقدس. من المنبر هذا، نحب الدين وبشدة الممارسات هذه الصادرة عن هيئة الانتخابات، واللي هي مرفوضة، لا يمكن القبول بها مهما كان الرهان. الانتخابات تخاض بالأخلاق والقانون والمنافسة الشريفة، مش بحلال الباب لشريعة الغاب ودولة اللاقانون. وهذا الكل كان يمكن ما يصيرش لو تم إرسال المحكمة الدستورية. كيما نحب نعبر على تضامني مع المرشح عياشي زمال اللي يفترض يكون مكانه مع أنصاره وين ينجم يخوض حملته الانتخابية كيما المرشحين الكل. ربما البعض يمكن باش يتهمني أن ندافع على مرشحين محسوبين على منظومات سابقة حكمت البلاد وخلفة الدمار والفساد والعبث بإرادة الشعب في الحرية والديمقراطية. كونوا على يقين اللي أنا ما نجمش نكون إلا مبدئي ومنحاز للقانون والصندوق اللي هو الفيصل باش الشعب يقول كلمته في الناس هذو. أنا ثقتي كبيرة في الشعب التونسي باش يقطع مع الماضي القريب والبعيد وباش يفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد عبر الصندوق ولا شيء غير الصندوق. صندوق الاقتراع اللي السلطة الحالية تحب تخليه ملك خاص لما تبقى من أنصارها اللي هم يمثلوا أقلية في البلاد اليوم واللي يسعوا بكل الوسائل والطرق باش يحبطوكم ويدفعوكم نحو المقاطعة والعزوف باش يحولوا الانتخابات إلى بيعة عن طريق مسرحية سيئة الإخراج. شعب تونس العظيم، كونوا متأكدين أني عمري لا باش نخوض الأمانة كما صرحت سابقا. نحب نجدد التأكيد على أن عمري لا كنت لا شاهد زور ولا باش نكون شاهد زور المعركة من أجل على راية الدولة، دولة القانون والعدالة والديمقراطية ما زالت متواصلة، وأنا عمري لا باش نخاف ولا نسلم في حق الشعب التونسي ومستقبله، لأنه ثقتي فيكم كبيرة باش تنتصر إرادة الحرية والديمقراطية، لأنه الإرادة الشعبية هي ديما أقوى من كل الإرادات الخبيثة اللي تعول على الحيلة في عوضة تقدم الحصيلة اللي كلكم تعرفوها. كما نحب نعلمكم اللي أنا وفريق حملتي الانتخابية بما في ذلك الفريق القانوني قاعدين ندرسوا في كل الفرضيات الممكنة اللي باش ندافعوا من خلالها على حق التوانسة في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته نهار 6 أكتوبر عبر الاقتراع، مش عن طريق العبث والإقصاء والترهيب اللي جربوه حكام أخرين تعرفوهم مليح وكلكم تعرفوا نهايتهم كيفاش كانت. يا توانسة، في الأخر نحبكم تطمئنوا، ماناش راجعين لسنوات الخراب وماناش باش نبقوا في سنوات الضياع. المجد للشهداء والعزة لتونس.